مرحبا بكم. بعد لحظات من توا يتم سحب قرعة مجموعات مسابقة للتشامبيونز ليغ الإفريقية اللي يمثلون فيها زوز فرق تونس الترجي والنجم الرياضي الساحلي. كما قلت لحظات وتنطلق عملية سحب القرعة. نذكر اللي الترجي باش يكون في المستوى الأول مع الأهلي المصري، الوداد ماملودي سان داونز الجنوب الإفريقي، في المستوى الثاني شباب الوزداد سيمبا تنزانيا بيراميدز المصري بيترو أتلتيكو الأنغولي، والمستوى الثالث فيه مازيمبي الكونغولي ساكمي موزال إيفواري الهلال السوداني يونغ أفريكانز التنزاني، المستوى الرابع فيه النجم الساحلي ميديا ملغاني إفسين وذيب الموريتاني والجالكسي البوتسواني. لحظات ونتعرفوا على أنديتنا وين باش يكونوا في الأربعة مجموعات. قرعة مجموعات كأس الكاف تم سحب النادي الإفريقي، جاء في المجموعة الثالثة مع فريق ريفرز يونايتد النيجيري، أيضا مع نادي دريمز الغاني والنادي لوبيتو من أنغولا. ماتشوات النادي الإفريقي وفي المجموعة هذه وكل المجموعات الجولة باش تلعب يوم 29 نوفمبر، جولة الثانية 3 ديسمبر، الجولة الثالثة 10 ديسمبر، جولة الرابعة 20 ديسمبر، يعني أربع جولات قبل الكان في الكوت ديفوار. بعد الكان يتلعبوا زوج جولات، جولة الخامسة يوم 25 فيفري 2024، الجولة السادسة يوم 3 مارس 2024. نعطيكم فكرة على كل المجموعات في مسابقة كأس الكاف. المجموعة الأولى اتحاد العاصمة فيوتشر المصري سوبر سبور الجنوب الإفريقي الهلال الليبي، المجموعة الثانية فيها الزمالك ساغرادا سبيرانسا من أنغولا، فريق أكاديمية سوار من غينيا وأبو سليم الليبي اللي دربوا شكر الخطوي، في المجموعة الرابعة نهضة باركان فريق ديابلو نواغ من الكونغو، الملعب المالي وفريق سكوكون من جنوب إفريقيا. تعيينات حكام مقابلة الجولة السادسة من البطولة نهار 7 أكتوبر. في المجموعة الأولى بداية ماضي 3 ملعب التونسي النجم الساحلي الحكم وليد الجريدي، مستقبل سليمان النادي الإفريقي الحكم أمير العيادي، في المجموعة الثانية 5:30 ترجي الاتحاد المنستيري الحكم نضال الطيف، نهار الأحد 8 أكتوبر المجموعة الأولى ماضي 3 الأولمبي البيجي خواف القفص الحكم أيمن النصري، في المجموعة الثانية ماضي 3 اتحاد طويل مستقبل مرسى الحكم أمير لطيف، نجم المتلاوي نادي البنزرتي الحكم محمود قصيعة. في بطولة السعودية الجولة التاسعة اليوم على 7 لقاء قمة بين الاتحاد والأهلي، ومع 4 النصر يواجه أبها فريق سعد بكير. في إيطاليا 5:30 إمبولي ودينيزي، 8 غربوا على تشي ساسولو، في ألمانيا 7:30 بورسا وشنغلادباخ تواجه ماينز، في فرنسا 8 ستراسبورغ تواجه نونت. بعد لحظات كما نقولوا نستناو ونرجعوا لكم ان شاء الله بعد ما نعطيكم نتائج القرعه نتاع الشامبيونز ليغ اللي تخص الترجي والنجم الساحلي. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضيه لليوم، تلقاوها على السيت مزيكا فام بونيت.